بيقولوا لكل داء دواء، بس اللي ما بنعرفه إنه أوقات الدواء بيأذي أكتر من المرض بحد ذاته. شوية وعي أحسن من قنطار علاج لك أنت. بتعرفي في من فترة، من شي شهر تقريباً، كنت مش عم فيه اتنفس، قطعت على الفارماسي، جبت دواء. ياي شو منيح يا سنة. شو؟ أوتريفين، روعة. بس من وقتها لهلا ما بتنفس بلا. قديه صار لك عم تاخذيه؟ شهر. شهر؟ ايه، جربت ليلي وقف. ما حدا قال لي. مين عطاك اياه؟ الفارماسي. وما قال لك انه لازم 7 ايام بس؟ هلا هن قالوا لي ما لازم تطولي فيه. بتعرفي انه الاوتريفين ما بيتاخد اكثر من 7 ايام، لانه رح يضر لك الغشاء تبع الانف، يصير فيه نزيف. ومش بس هيك، ما اكيد ما رح تقدر توقفيه، لانه من بعدها بصير في شيء اسمه ريباوند افكت. اوكي، يعني ببطل فيك تتنفس منيح بلا، يعني خلص بيتعود انه ما بقى فيك تتنفس غير بلا. بدك تبلش توقفي تدريجيا. نصيحه، ان هي مشكله انه ناخذ دواء ونكفي على ذوقنا فيه ما بتزبط دائما. هيدي لك هلا بيكون صار عندي ضرر انا يعني بالغشاء؟ هلا اذا ما بلش ينشف تحسي بوجع او ينزل دم؟ لا، ما في وجع، بالعكس مبسوط. هلا ليكي لقلك فاين، للولاد لا، ممكن ياثر على دقات القلب. واو، خلص لكن رح بلش اخده بس بالليل مرة واحدة. عقد وقت يعني؟ بس بالليل. تاني يوم جربي بلاي. اوكي، اذا تزعجتي كتير جربي بخة واحدة. باخد شي بداله؟ لا، فيك تنطفي بمي وملح بس. اوكي، البخة الايزوتونيك. فزعتيني انه ايه منا مزحة، يعني معه مثلا تاكي كاردي ممنوع ياخده انه هلقات فترة طويلة. انا معي تاكي كاردي كمان، ايه، لانه عندي ضعف دم، سو فكرة انا عادي نورمال. منيح انه حكيت قدامك، يعني تسالي او تقري عنه اكثر. واذا بدك تساليني انا اكيد رح اسالك، انه انا قاعد بالفارماسي عطوني اياه سافا. لكن في كثير عالم بياكلوا الضرب مثلي. ايه، او بصيروا انه لانه بيريحهم بالنفس خلص بيستسهلوا الموضوع ويلا. واو، اوكي، يلا ثانك يو. يلا رجعنا لعندي. يس، ثانك يو. كل شيء تمام؟ ريدي؟ يس، هلا ريدي. يلا، رولينج. 3 2 1. بعد ما تخصصت بالصيدلة السريرية اكتسبت خبرة على مدى 15 سنة، ومن قصة للتانية وصلت اليوم انها تصير من الأشهر بعالم التواصل الاجتماعي، بس على طريقتها. والملفت أكثر انه وسائل التواصل منن للتسلية بالنسبة لها ولا للشهرة، بل بتعلي الصوت وقت اللي حدا بيكون طالب أي مساعدة أو نصيحة. وأساس كل اللي بتعمله هو لحتى تفيد أكبر عدد ممكن من الأشخاص، مع العلم أنه طريقة كانت صعبة ومش بسهولة قدرت تشق طريقة أكان بالأمومة أو مهنيا. أهلا وسهلا فيك دكتور سناء البنجي بحلقة جديدة من لك أنت. شكرا لك ولاستضافتك وللمقدمة الحلوة. رح بلش معك بداية ومباشرة بالحديث عن بداياتك. لقلك أنا بداياتي من أول ما اخترت أنه فوت صيدلي كان منه من الخيارات اللي بحبها أنا كتير. مع سنين لبعدين حبيتها. كنت حب كون أعلام على فكرة. كنت ضارب عليك. أبدا، أهلا وسهلا. والمحلة بضارب عليك حبيبتي، بس لا عن جد يعني صارت هيك بطريقة أنه أنا يلا شاطرة بيولوجية وهيك فوتي، وخيي لأنه طبيب شيء طريق قدامي، وكنت خريج جامعة لبنانية، يعني كان في درس كتير صعب والكونكور أصلا مش صعب، مش سهل أبدا قصدي. فبعدين رابع سنة وخامس سنة صيدلي صرت حبها، صرت حب أنه شو قيمة هيدي المهنة، تقدر تساعدي غيرك يفهم كيف يتعالج أو ياخد دواء يساعده أنه يبطل موجوع أو يخفف حرارة أو غيره. صرت لقي لها هيك قيمة حلوة، صرت حبها لهالمهنة وحبب حالي فيها أكتر. طلع مهنة نبيلة، يعني هلأ كنا بالحديث أنا وياك كنت عم بتقولي لي أنت في دواء عم باخده وما مفروض يتاخد أكتر من وقت معين. كتير عالم بعتقد بيقعوا بنفس الغلطة أو أيوة، بيعانوا نفس المشاكل. يعني صراحة منفكر إنه أدوية، في بعض الأدوية اللي تعتبر إنه بمتناول اليد عند الكل، لا رح نحكي عنهم كلهم هون، إنه فينا نستعملهم كيف ما كان وغيره. فلقيت إنه
دور الصيدلي كتير مهم بتصويب استعمال الدواء أكيد. وبمساندة الطبيب بأنه يشرح عن الدواء أنه صح الطبيب بيشخص المرض وبيعطي شو العلاج. الصيدلي لازم يتابع معه كيف ياخد الدواء صح، ما ياخده مع هيدا الدواء أو تفاصيل تانية أو سايد افكت تبعه غيره. فلقيت أنه لا مهنتي إلا دور ولازم أعطيها قيمة أكبر، ولقيتها مع الأمومة هلأ بقولك عنها. هدول كلهم رح نحكي عنهم هلأ شوي شوي. بعد خبرة 15 سنة كصيدلانية سريرية اختبرت الأمومة، صار عندك توينز وصار عندك بنوت الله يخلي لك اياهم ولا أهضم من هيك. بس ما كانت مرحلة سهلة أبداً، وخصوصي ولادة التوأم أبداً ما كانت سهلة. خبرينا شوي عن هالتجربة وكيف بتوفق مهنياً وكأم، كيف بتقدر توفق بين هدول العالمين؟ كأولى لأولاد تحت 5 سنين 100% في بلاي أنا بقول عندي مش توينز تدلر. أول شيء أنا بدي أقولك أنه تجربتي بالأمومة كبداية يعني كانت فيها صدمة، كانت صعبة كتير صعبة لدرجة أنه في تروما ما استوعبت أنها تروما لبعد سنتين لوقت جبت جوري، واللي هي أنه أنا خلق أولادي بالأسبوع 25 يعني ببداية الشهر السادس. كتير بكير يعني خلق الولد 600 جرام، وكنت أنا ما عم استوعب شو صار. خلال ساعة خلص أنه فوتي على الولادات والأم بتكون ناطرة أنه عرفت تاخد وقتها. أنا ماني مستوعبة أنه أصلاً في هيدا الريسك هالقد عالي، بس لأنه حبلي بتوأم، لأنه الأميات بيعرفوا أنه بس يكون في حبل بتوأم هيدا شي في ريسك أوف بريماتوريتي أنك تولدي قبل الوقت، بس مش هالقد. فكان كل يوم بالمستشفى بالآي سي يو في عنا خطر، والطبيب بيكون صريح معيك وبيقوله أنه ممكن تفقدي أحد من الأطفال أو اثنيناتهم، يكون عندهم حتى complications for life لعمدى الحياة، مثل نقص بشي نمو بالقلب الرواية أو حتى بنمو العمود الفقري لأنه ما اكتمل اللي لازم النمو اللي لازم ياخده برحمه. شوف سبحانك يا رب شو هالرحم، آلاف الآلات والدراسات والأطباء بس ليعوضوا شوي عن رحم برحم الأم. واو. عن جد. فضلوا 4 أشهر بالنيكيو بالآي سي يو وكل يوم معاناة، وبلشت كورونا وقتها وصار في كتير restrictions انه ممنوع شوفهم غير ساعة بنهار، وعندي توينز يعني كنت قول وناقش ولا وما فيني، وكل يوم كان في شيء انفكشن. ادونيس واحد من التوين كتير عانى يعني لدرجة مرة الطبيب عم بيقلنا انه انا عملت اللي علي وخلص صلوا والباقي عربنا، انه عمل جلطة على القلب ما خلوا انتيبيوتيك ما اخدوه، لدرجة انه بالعرق بإجره لهلأ في سكار انه احترقت إجره لانه ما قدر تحمل الأدوية عم يستعملها. تخيلي انه استما كان وزنه كيلو. فهلا بحكيها وانا عرفتي انه الحمد لله بتحكيها انه الحمد لله قطعت. نشكر الله هلا انه كثير منيح. يعني انا بقول انه نحن صار معنا اعجوبه لقدروا طلعوا ما عندهم ولا اي مشاكل اساسيه. يعني اذا بدك هي اعجوبه بين شو تطور الطب وكل التقنيات الجديده اللي صارت، ونحن محظوظين يعني انه كنا كمان بمستشفى قادرة تحمل هيدا الريسك كي. وأكيد كانت إيد الله معنا. يعني أنا نادرتهم لمار شاربل وبقول إنه كانت إيده معنا، لهيك قطعوا 4 أشهر ورجعنا على البيت من بعد أمومة جدا بصحة صحيح. كاملة الحمد لله ما في عنا أضرار. هلأ المشكلة كانت بأول 5 سنين لأنه ضلوا بتنفس اصطناعي لمدة 1.5 شهر، لأنه أنا إبرة الكورتيزون اللي لازم تتاخد الحياة لحنا حبلي بتوين ما لحقتيهاش لا انت. ما كان وقتها ب27 ويكس وأنا أخدتها ولدت قبل وما كان في مشاكل بحبلي أبدا يعني ولا نقص ولا حتى نوزية أو العين ولا شيء ولا شيء. يعني بيقول إنه كيف شو صار خلص ريسك موجود ما بتقدري أبدا تتوقعي. مشان هيك أنا بقول كل أم حبلي بس هيك لو 1 بالألف تحط احتمال يا رب ما يصير معي شيء complication. مش هيك بقوله الحمد لله على سلامتها وسلامة الولد لأنه عن جد روح جديدة بكل معنى الكلمة. طبعا. حضرتك كمان عندك صفحة على إنستغرام اسمها Moms Pharmacist، من 1.5 سنة تقريبا فتحتيها. صح. تتوجهي فيها للأهل بشكل عام والأمهات بشكل خاص. شو السبب اللي خليك تقومي بهذه الخطوة؟ تعرفي الكال اللي صارت مع الـ Twins، وقلت لك أول 5 سنين كان في عنده مشكلة بمناعة.
أكيد. شو أول سنتين كتير مرضوا أصلاً كتير توقعينا لأنه كان في كورونا وعيلقطوا مناعتهم وروايينهم بالتحديد ما بيحملوا. فحسيت أنه أنا مفروض كصيدلة بعرف كل ما يمرض ابني توتر وما أعرفه خاصة بالحالة تبعيتهم ونفوت مستشفى وقدي الأم بحاجة لسابورت ولحدا يفسر له شو بيصير. يعني ما أبشع شيء يقول لك الحكيم مثلا ابنك عليه حرارة أعطيه هي وبس. ليش؟ أنا شو بتوقع؟ أنت حيصير مني؟ سؤال. طب إذا أعطيته هي شو بيصير؟ إذا ما وطيت الحرارة شو بعمل؟ هيدا الشيء خليني أقول أنه طب أنا بتجربتي واللي كتير قطعنا فيها بأمراض وفيروسز وخبار وبمعلوماتي وخبرتي كصيدلة بقدر أقدم هيدا السابورت لأم، لأنه كل أم مفروض تكون كتير قوية بأكتر وقت ضعيف شيء اللي هو ابنه مريض، سهرانة ما عم تعرف شو بدها تعمل، بتنسى كل شيء بس لتخفف له وجعه أو ما يفيق ويبكي وغيره. فقلت أنا عندي هيدا الشيء اللي بقدر ساعد فيه الأم وعم بعطيه بكل مثل ما بيقولوا باشن وحب. لأنه واضح هيدا الشيء، يعني أنا بقدر أقول لك أنا ما بعرفك، كانت سناء تعرفت عليك على السوشيال ميديا وهالقد قدرتي توصلي لمطارح بهيك عندي استفزيتي حشريتي، واكيد عم تستفزي عفوا حشريه كثير غيري لحتى يصيروا يعرفوا اللي انت عن جد عم تجربي توصلي لنا اياه. يعني لا ببص بهالفيدباك بتعرفي ليه؟ انا كثير بكون ترانسبيرنت، يعني عن جد شو بعمل لاولادي بنقله وطب شو بيقول بنقله بدون شوية مبالغات، لأنه بعرف أنه في كتير أشياء ممكن تفيد، نعمل عليها دراسة مثلاً بيطلع حدا في يعملها وش يا لطيف السحر العظيم فاين ما راح تضرك، بس أنه هل عن جد بنطر أنه مثلاً ابني يطول إذا أخذ هيدا البروتيين مثل كتير قصص. فأنا كتير ترانسبيرنت لدرجة جوزي بيقول لي أنت إذا بتفتحي فارماسي بتسكري بتقفل لا تاخدو لا دياريشي ولا دواء سالي شوفوا القصص الطبيعية بيقول لي شو بدك تبيعي ولا مالتي فيتامين ضروري كمان أنا بعمل كتير ريستريكشن إنه ما شو بدي، يعني ما رح كذب عليكم ولا مستفيد بشي لا في براند باسمي ولا في شيء إنه ممكن بالغ فيه. فعم بحكي اللي مطلوب هلا بأسلوب شوي بيشبهني، أنا بحب هيك شوي الهوك بالأول مهضومة كتير اللي بفكروا فيه أمي تستفزيهم. بعد تجربتك بالولادة المبكرة شو رسالتك للأمهات اللي عم يقطعوا بنفس التجربة هلا؟ تعرفي أنا بأول بيرثدي لألون أو لا بعمر 3 سنين أول ما بلشت بالصفحة نزلت فيديو قصير عن تجربتي وعم بقول فيه أنه خلي ثقتك بالله كبيرة وبالعلم، وأنت شيء ما بتقدري بقى تتحكمي فيه، يعني كل شيء أنت خارج عن إرادتك، شو فيك تعملي غير أن تكوني إيجابية وتكوني حد ابنك وتكوني قد ما فيك أصلاً الله بيعطيك قوة ما بتعرف من وين. يعني كل مرة بتقولي أنا ما بقدر يا رب دخلك ما تجربني بتكتشف أنه فيك وبتقطعيها، واللي بيشوفني من برا بيقول هي شو عم تعمل، أنه كيف قادرة لا عم ببكي وبنزل وبعمل بومبينج نص الليل أعطيهم حليب لأنه معدتهم ما بتحمل، وأنا شو لا قدرت أحملهم ولا قدرت لبعد شهرين وكان ممنوع السكن تو سكن تاتش بسبب كورونا وخلص انت عقلك ارادتك غريزتك خلص بدك تساعدي ولادك فبتكوني حدهم بتكوني قويه. بيقولوا لك الولد بيسمع انه اذا حكيتي وكنتي نيجاتيف فوق راسه لو كان طفل خدج بيسمعك سو بحس فيكي في كثير، يعني قصص بقول انه بدك تكوني قويه واصلا رح تكوني قويه وثقي بارادتك واراده الله وتوقعي كل شيء، لانه being so positive انه انا اولادي اكيد رح يكونوا منيح وهذا فيه شويه امل ممكن اذا لا سمح الله صار شيء والريسك موجود ونكون واقعيين تفوتي بصدمه كثير كبيره. فخلي التوقعات وزيدي فوق شويه امل تضلي انت تقدر تسيطري، غير هيك يعني نكون واقعيه يعني. مع اكيد امل وايمان دائما. السوشيال ميديا رح نطلع شوي من حديث المؤثر، السوشيال ميديا بدها وقت والتزام، بتقولي أوقات خلص لازم وقف وركز على العالم الواقعي أكتر؟ بتعرفي أنا ما كتير عم بعطي السوشيال ميديا على حساب وقتي. هلأ بس دو شيء إذا أنت عم تعمل شيء بتحبيه بتلاقي له وقت أكيد وتلاقي له وقت وأنت مبسوطة. يعني مثلا أنا أوقات بجيب ولادي بعد ما يأكلوا يتغدوا أنه هي النص ساعة تي في اللي مسموحة يعني بعد عمر السنتين كون أنا أخذ زاوية لروح صور وأوقات بالباك جراوند بكون في صوتهم بس أنه هي هو اللي بقدر أعمله. بالليل بدل ما احضر موفي مثلا في شيء في تضحيه بدك تقدميه على حساب هالشيء اللي بتحبيه
بكون عم بقرا شيء ارتكل، عم جاوب على حدا، على ام بتقلي بادياتر ما رد علي بليز ساعديني بعطي هذا الدوز، وام دوينج بكل حب، بس بحس حالي اصلا مقصره لان فيني اعطي اكثر والوقت ما بيسمح، وخاصه مع دول الاولاد الصغار اللي بدهم كثير انتباه. وبحس كمان انه انا ما عم بطلع من العالم، يعني ما بعتبره عالم افتراضي على عالم واقعي، يعني انا بقول بنقول شو عبالي اقول، شو عبالي نبه واعي بشي محل معين، انا وبالسياره اوقات انا يعني ما عم بروح بروفيشنال كثير بالتصوير او غيره، عم كون انا والمعلومه موجوده. بدي اقول لك انه انت واقعيا اجمل بكثير مما بتطلعي على السوشيال ميديا. عاده اللي بيطلع على السوشيال ميديا كثير بيهتموا بشكله هيك عن جد فعلا. ضلك هيك مثل ما انت، لانه عن جد عم توصلي لقلوب العالم بطريقه كثير هيك لذيذه وصادقه. وصلنا للسؤال الاخير بهذه الفقره، في مثل بيقول سأل مجرب وما تسال حكيم. اليوم منصات التواصل الاجتماعي مليانه بالمؤثرين اللي عم بيقرروا ينقلوا اختباراتهم الشخصية مع بركة شيء معين، يكونوا انفلونسر إذا بديك منشوفهم كتير. هل بتشوفي أنت أنه اللي عم ينقلوه هو عن جد صادق كلهم؟ شو رسالتك للمؤثرين والمتأثرين؟ أوكي ليك، شو هلأ تكوني على السوشيال ميديا وعندك كتير فولورز لأي سبب كان، فاشن، عندك تنقلي your motherhood experience، عن شو ما كان، مسؤولية شي حلو بس مسؤولية، لأنه حتكوني بتأثري بالناس اللي عم بتتابعك، يمكن مش كلهم بس بدرجة معينة رح تأثري، شو فيها مسؤولية وهي لازم يعرفوا. هلأ في أكيد يعطوا، هني بيكونوا مفكرين عم بيعطوا شي هيدا هو الصح، بس شي أنت مانك مختصة فيه، يعني مش إنه شي خاصه بطبخة فيك تزيدي نكهتك وما بعرف شو، أو فاشن أو شي، افضل يسالوا مختص. يعني ما فينا نطلع نقول انا عطيت لتسي هذا الدواء لخمس ايام وابني صح عليه بنصحكم تاخذوه، لا ما في تعميم، ابنه ما ابنه ما يقدر يستفيد عليه، او ما تكون حالته بتشبه حاله ابنك، فيمكن هن بيقولوها بصدق بس مش بحرص انه تكون ناقلين معلومه دقيقه. فلهيك بقول لهم ينتبهوا لانه اوقات كثير بنأثر سلبا على الفولورز تبعهم، والفولورز يكونوا واعيين شوي أكيد. يعني انه ما حدا قال لي خذ هالدواء بتضعف، بروح بجربه بضعف، وانا ما لاش حكيم ولا دايتشن ولا سألت حدا ولا عملت تحاليل دم، بدها شويه وعي سوشيال ميديا اكيد. رح ناخذ فاصل وبنرجع لحتى نحكي عن الادويه يلي بمتناول الجميع والمراه الحامل والأدوية مثل الأوزامبيك وعائلته أدوية التنحيف. أوكي. فاصل وبنرجع. رجعنا بالجزء الثاني تنحكي مواضيع كتير مهمة ومنها نصائح توعوية. شو هي الأدوية الضرورية اللي لازم تكون موجودة بكل بيت في أطفال؟ حلو السؤال. هلأ في كتير، في ليستا حسب كل عمر وحسب شو عنده ابني. يعني اذا ابني عنده حساسيه لازم امن دواء الحساسيه، عنده اكزيما لازم اعرف المرهم اللي وصفه الحكيم فيه كورتيزون او مرطب معين. بس الاكيد اكيد واللي اكيد حيالله طفل رح يمرق فيه هو بدنا خافض حراره مناسب لعمره. ليش بقول هيك؟ لانه مثلا تحت عمر 6 شهور ممنوع يكون في ايبوبروفين ينعطى. ايبوبروفين في ادويه ممنوعه تحت عمر السنه مثل تحميل الفولتارين اللي انا اصلا اي دو نوت ريكومند ولا الطب بينصح فيها كخافض حراره، فكله بيروح بيركض عرفتي وبيحطها كلنا بنحط عندنا بالبيت. نو لا اتس نوت ا ماست، وخاصه تحت عمر السنه. سو ادويه خافض الحراره المناسبه، انا دائما بقول تصاصه المي وملح الايزوتونيك سوليوشن فيها تستعمل كثير اشياء، من تنظيف الجرح لتنظيف المنخار لتخفيف السعله، هي اساس بكل شيء. ولا ام تكون عم تحضر جهاز البيبي او لا سمح الله بدها تعرف انه ابنها رح يمرض، ما تنسى تجيب النيبولايزر، الماشين البخار البخاخ الماسك اللي بحطوها وبتعطي مثل نيبولايزر للكاف للرشح ولا موسم شتويه، فهي بينسوا يجيبوها وهي اساسيه واكيد اكيد حتحتاجها. هيدي لفتيني نظري عليها صراحه، وصرت انا عم بخبر اصحابي عنها وقد ايه مهمه، لانه نحن ما كان قبل يعني انا وقت اولادي ما حدا جايب لي سيرتها بكل صراحه، بس دائما انت بتشدد على هذا الموضوع وخصوصي وقت اللي موضوع بيتعلق بالسعله، بنصير محتارين ما بنعرف شو بدنا نعطي دواء للسعله،
فنيبولايزر دائما بتروحي بتسال طبيب بيقول لك اه انا ما قلت لك مثلا نيبولايزر، انه بيكون فاتوا تفصيل كمان بيشرح بيفحص الولد سريريا يعني وهيك. وللامانه لا كثير بيقولوا انه لا ما راح اوصف له دواء سائلي، واصلا ممنوع دواء سائلي تحت 5 أو 6 سنين لانه ما راح يفيده بشيء، وبعض من هذه الادويه بيضر على المدى البعيد الجهاز العصبي وغيره. غير انه الجهاز المناعي للطفل هو يعني لما ينزعج الرئه بدها تطلع هيدا الفيروس او هالتريجر اللي زعجها، فما فيني اكبحها بشيء مثل في بعض التحاميل كيميكال كثير كثير غلط يتاخذوا لعمر السنه وسنتين بتلاقي راكدين يشتروهم. اللي بدي اقوله انه في ادويه موجوده بالصيدليه، مش يعني اذا موجوده بالصيدليه يعني فيني اخذها، يعني فيني اخذها على كل شيء، او انه في انف ستاديز عليا بتخليني طمن بالي واقول اعطيها لابني. ولا بتقولي لي ليش تاخذت؟ في بيتاخذوا على ستادي وغيره، بس انا شو بلحق؟ او الام شو لازم تلحق؟ حاجه ولدها وتسال الطبيب، لانه في شيء اسمه جايد لاينز، يعني في دواء موجود بس الجايد لاينز بعد ما عطته انه بينعطى بهالحاله. فما فيني اخده، مش يعني اذا بنبيع بالصيدليه مثلا كثير شاطرين فيهم. صرنا بنروح اذا في شيء نوع مثلا كوكيز شوجر فري بنحط اوقات بالصيدليات انه بصير فيني اكل منه، انه محطوط بالصيدليه، انه مين قال انه هيلثي تاكلي قد ما قدرت؟ 100%. فهيدي جوابا على كثير اهل انه ايه بس انا جبته من الصيدليه بس ما ضروري. انطلاقا من حديثك، في ادويه اوفر ذا كاونتر او بنسميهم او تي سي صح بنجيبها كلنا، شو وجهه نظرك بهالموضوع؟ شو الممنوع؟ شو المسموح؟ شو لازم يكون فيه بالبيت وشو ما لازم يكون فيه منهم؟ هلا كنت عم تحكي شوي هلا شوفي شو اوفر ذا كاونتر للكل يعرف، هن الادويه اللي ما بدها وصف الطبيب. اوكي يعني بس بدها اتليست استشير الصيدلي. سو ما فيني انه حطها ومثل البونبون اخذها ساعه البدي. منهم اهم يعني ادويه الكورتيزون، مثل مراهم الكورتيزون اللي فيها بكون جبتها مره لانه عملت حساسيه وقال الحكيم حطي شوي، بتضل عنا بصيدليه البيت بصير يلا في حبه في عقصه في جرح كله نفس الشيء، بخبص فيها وبنسى اسال الطبيب وبنسى انه اعرف في معقول يكون تركيبه معينه يعني ما رح تفيدني. مثل حتى كثير ادويه دواء حساسيه مثل الايروس مثلا، رشح شوي دغري بعطيه، سالتي الحكيم انه هلا هذا فيك يمكن تاخذيه من الصيدلي بس انه في حاله معينه بدي اعرفها. من الادويه اللي لازم تكون بالبيت للطفل واللي انا وقتها سالت الطبيب وهيك، النوزيترون اللي هو دواء للاستفراغ، وهو كثير يعتبر امن بنفس الوقت هو قوي جدا لانه بيشتغل على السنتر من الدماغ ما بيخلي الجسم يستفرغ. هو يستعملوه بالكيموثيرابي بعد الكيموثيرابي قد ما بالولد او سوري يعني حيلا حدا الكبار والصغار ممكن يستفرغ ويتسلع نفسه، بيعطوه اياه لانه فعال بربع ساعه بيوقفها. هذا من الادويه اللي بنصح تكون بالبيت، بس ممنوع اعطيه للطفل بدون ما استشير الطبيب. يس انه فيكم بالبيت فيني اجيبه واستعمله يومين ويضل بباب البراد، بس مش على كيف ما كان بقدر استعمله لانه في دوز معين، لانه اذا استعملته اطول ماني بحاجه لإله، بكون عم عرض ابني على موليكول ثقيله. فهول القصص موجودين ما معناتها فيني ساعتها بدي استعمله. اوكي المضادات الحيويه او الانتيبايوتكس اجمالا الانسان الطبيعي بيخف منها وبيفضل يتركها كاخر خيار. رح اسال لك بالسؤال كيف اذا عم نحكي عن المراه الحامل ولكن فعليا في مضادات حيويه ما بتاثر على المراه الحامل وبتقدر تاخذها خلال فتره الحمل، شو هي الادويه اللي بتفرق عن المضادات الحيويه المضره واللي لازم تبتعد عنها؟ هلا موضوع المضادات الحيويه موضوع فينا ينحكى عنه موسعا كثير. منيح انه بلشت بفكره انه في ناس بتتواقع وبتخاف تاخده. انا بعرف انه فيك هلا حوالي ما بعرف اذا كل العالم لا، لانه ضروري التوعيه بهذا المجال، لانه في ناس انه اول يوم حراره يلا كيف بدي وطي الحراره بروح بجيب مضاد حيوي. اكشلي هو ما انه مضاد، ما بيخفف الحراره، هو بيقتل البكتيريا اللي بتسبب الانفكشن اذا وجدت، واللي هو 90% من الانفكشن عندنا اياها هي سببها الفيروسات. واستعماله على المدى البعيد بخلي الجسم بطل يستفيد عليه بعدين، وما كتير عنا خيارات من الانتيبيوتيك بالعالم. يعني تخيلي انت عاتي ابنك مثلا شي 6-7 مضادات حيوية بأول 5 سنين من حياته، شو تركت انا لما عن جد ينصاب بنموني لا سمح الله او شيء على عمر كبير وكون انا مجربه فيه مدري كم انتيبيوتيك وما كان بحاجتهم؟ بيصير الجسم خلص عنده مناعه عليهم ما بقى يستفيد. بيكشفهم في الخلايا ذكيه بتكشف البكتيريا، سوري هي ذكيه، الجسم مليان بكتيريا وهن ذاتهم بيسببوا اوقات المرض. سو اذا كشفوا انه بتكشفي سلاحك اللي هو الانتيبيوتيك
وبس عن جد استعمله بتنمي حالها البكتيريا وبتحاربه ببطل في ايدك. اوكي عم بحكي نوعا خبصنا اكثر ما مثل خبريت الاموكسيسيلين والاموكسيكلاف اللي هو الكلافيلانيك اسيد مثل الاموكلان او الاوغمانتين او المعروفين. كان قبل ياخذوا اموكسيسيلين يستفيدوا، هلا لا راح زيدوا له انزيم لان البكتيريا طولت حالها. طب قد ايه بدي ضل طور بالانتيبيوتيك؟ لا ارجع لسؤالك، كثير امات بيكونوا بريجننت او عم بيرضعوا بخافوا انه يمرضوا لان اضطروا يوقفوا رضاعه او انه تعتلهم شو بدي اجيب انتيبيوتيك. هون اكيد ضروري العوده للطبيب دائما، بس تاخذ بباله انه ما في داعي دائما وقف الدواء لانه انا عم رضع. في ادويه ممكن ما بتقطع بالحليب، في ادويه ممكن تكون سيف للحمل وبيكون مناسب للنوع الانفكشن تبعها مثل الاموكسيسيلين والسيفالوسبورين. هلا لو قلتهم يمكن ما يكونوا كتير فاميليار بالنسبه للكل، بس اكيد في خيارات بتساعد تخفف هذه الانفكشن بطريقه امنه للجنين ولطفله اذا كان رضيع. طيب بحال اخذت المراه الحامل مضادات حيويه مضره، كيف مفروض تتصرف وهل في خطر عليها او على الجنين بيكون؟ هلا في كثير ادويه ممكن يكون فيها خطر، بس مش نبنك من اول حبه انه انا ابني او طفلي رح يكون بخطر كبير. بنعلي الريسك كل ما زادت الفتره الاكسبوجر للدواء كل ما ممكن يعلي الريسك. هلا اذا اخذت يومين ثلاثه لنقول ليفوفلوكساسين، واحنا الادويه اللي ممنوع على المرأة الحاملة، يوم يومين وانتبهت انه لا ما لازم تاخده، اكيد دفنتلي دغري بتوقفه، ما فينا نعمل شيء. بس انه ما بتبنك، يعني شورت اكسبوجر اذا لك كم يوم ممكن يعلي الريسك شوي، بس ما بيكون كتير مؤذي. يعني مفروض لنكون اونست يعني بطريقه سريعه. طبيبه مفروض تستشير اكيد اكيد الطبيب. هو طبيب رح يقول لها توقفي، اصلا ما مفروض كان تاخده بلا تستشير طبيب. مرة الحبل اذا بدها تتنفس لازم تستشير طبيب. صحيح. عن جد اكيد، لانه حبه البنادول اذا زادت عن حدها بتصير في ناس بتفكر الادفل فينا ناخده. اكشلي باول ثلاثة اشهر ممنوع تاخذي ادفل. يس هيدا انا بعرف. في اشكاليه كثير كبيره حول ادويه التنحيف واهمها الاوزامبيك واخواته. ليش؟ شو مشكلتهم؟ شو مضارهم؟ شو منافعهم؟ العالم عن جد ضايعه بهذا الموضوع. فينا نوعي شوي بهذا الإطار؟ وفي أشخاص طلبوا مني أنه أطرح عليك السؤال. بالعكس شكراً على السؤال، لأنه هلأ بلش شوي المختصين دايتيشن أو أطباء سكري بالتحديد ينبهوا. الفكرة أنه أخذ هيدا الدواء الأوزامبيك وأخواته، مش كله أخذ FDA approval، بس أنه بالتحديد الأوزامبيك مش 3 سنين، أنه لا التنحيف، دواء للتنحيف هو دواء بالأساس سكري بيسموه GLP-1 agonist، يعني بيتماهى شكله او بيكون بيشبه واحد من الهرمونات اللي الجسم بيفرزها تيحسسك بالشبع. فبيطول يعني لتفضل معده، وهو اساسا تيعلي الانسولين سكريشن يعني للدواء السكري وبيعدل الانسولين. فاين، من السايد افكت تبعه كان انه بيضعف، فكانت ايجابيه. اخذ الاف دي ابروفل، بس لمين؟ لناس اللي كثير اوبيز، يعني اللي عندها النصاحه مشكله صحيه بحاجه وجرب الدايت وسبور وما استفاد. فاين، في يستعين تحت اشراف الطبيب، وممكن مش بس الدايتيشن ممنوع توصفه، مفروض الطبيب الغدد او طبيب اطباء طب داخلي، بس هو الطبيب الغدد والسكري هو اللي لازم يوصفه. وفي منهم بيكونوا مختصين بالوزن. يعني ليش ممنوع؟ بين سايد افكت طبعا. تعرفي الدواء بس يطلع على السوق ياخذ الام بيستعملوا كمية أكبر من العالم، سو ببين عوارض جانبية ما كانت موجودة بس بالستاديز، وهذا الشيء كتير طبيعي. بيلحقوا بارت اسمه فارماكوفيجيلانس، يعني بيصيروا يراقبوا شو عم ببين، شو في ريكورد لسايد افكت وغيره. تبين أنه أول شيء إذا وقفتي الجسم بيرجع بينصح أكتر. أوكي. تاني شيء أنه بيخفف الكتلة العضلية بجسمك. في سيمتوم طلع أنه أوزامبيك فيس بيكون كتير ناصح، بيخسر العضل، بيصير مفخوت، يعني بتصيري بشعة مدام. إذا كتير كنت ناصحة وتمتي بس عليه بتصيري بشعة، بيطلعوا العظام من هون، بيغرقوا العيون. إنه إيه هيدي اسمه أوزامبيك فيس. غير إنه مشكلته اللي بيّنت وأخذ الضجة على السوشيال ميديا، اللي هو بيعمل كسل بالمعدة وبالمصران وممكن باراليز، يعني بشلها. سو بتبلش بشوية constipation وهيك، بعدين بيوقف عملها. صح بنسبة قليلة لما نبنك، مش كل واحد أخده حيصير عنده هول. صحيح. بس إنه إذا أخدته بلا انتباه أو بس لأنه عندي عرس بعد شهرين وما قلش ليه ست تمي، بقوم شو بعمل؟ بأخذ أوزامبيك. يلا لو حقه 100 $200 ما بيأثر،
ولو انقطع من السوق ومريض السكري اللي بحاجته عن جد ما لقى. اكزاكتلي هلا عم بعانوا منها مرض السكري. ما في بديل، ما يعني صاروا عم بيروحوا على غير موليكيولز. حرام. سو لازم له ترشيد، لازم ننتبه. مش كل كليان ثلاثه بدي اضعفهم رح اروح استخدم ادويه تنحيف ابر. وسبحانك يا الله هون بطل يخافوا من الابر، بس قولي لهم كلمتين شيء مثلا فحص دم مثلا لا بس بدك تضعفي لا. فكتير في له مشاكل على المدى البعيد، حتى ممكن يزيد التهاب البنكرياس. بدي اقول لك بياثر على البنكرياس كمان. يعني هولي هدول كيسز بلشوا يبينوا، واي ثينك انه رح شوي يتعدل بطريقه الانديكيشن تبعيته لنضبطها، لانه هو له فوائد اكيد لمريض السكري، وحتى كثير فايده على القلب للمدى البعيد وعلى التجلطات. بس بدنا ننتبه من السايد افكت الثانيه طبعا، والمره الحبلي ممنوع تاخده، والمره اللي بترضع ممنوع تاخده. لانه في ام حبلي عم ترضع مره عم تقول لي انه استحت تقول للحكيم انه هي بدها تضعف، اوريدي عندها بوستبارتوم هيك مزعوجه من شكلها ومن كل شيء، وبلشت تاخذ اوزامبيك. ومنيح سالتني، يعني كان صار لها جمعتين تلاقي ستوب ات، بتعرف شو عم تنقل الاوزامبيك لطفله. فما ياخذوا شيء بس لانه نستحي او شيء، بتسالوا الصيدلي جوجلت يا اختي معلش رح يقول لك ممنوع. جوجل اصلا بلشوا بهيك شيء تشات جي بي تي ورجعوا تاكدوا من المعلومه. فاصل جديد وبنرجع لحتى نعطيكي نصائح لإلك وللاطفال، تنحكي عن الباك تو سكول ومواضيع تانية نتابعها من بعد هذا الفاصل. بالجزء الأخير رح أسألك مباشرة من الأمراض الشائعة عند الأطفال، هي ممنة كتير معروفة مش كل العالم بيعرفوا عنها، انخفاض حرارة جسم الطفل. دايما منحكي ومنسمع عن الولد يلي عنده ارتفاع حرارة، صحيح، بس قليل لحتى نعرف، أو في أوقات توصل الحرارة لل 39 وحتى لل 40 ودرجات عالية كتير، بس قليل لحتى نسمع أنه حدا انخفضت حرارته للطفل تحت ال 35 أو ال 35 وأقل. بداية شو الأسباب لانخفاض حرارة الجسم وكيف لازم نتصرف؟ معك حق أنه هلا هو منه بسميه عارض مش مرض، لانه حيلا ولد بيلقط انفكشن ممكن يقطع فيه. ليه؟ لانه ليش بترتفع حراره جسمك؟ لانه الجسم عم بحارب انفكشن. هو اول اذا بدك انا بقول يخي انه جسم الطفل ومناعته عم تشتغل. سو الجسم عم بحارب هيدا الانفكشن، فيكون فيروس او بكتيريا، سو بجرب يعلي حرارته. لانه على 38 وطلوع الفيروس بيموت. هيدا دفاع. طيب بيكون في هيدا الكلاش بينه وبين الفيروس. واحدة من الأسباب بيكون الجسم ضعيف والفيروس تغلب على مش تغلب بمعنى معركة، بس إنه طغى عليه ليجهز الجسم أجان إنه يرجع يدافع وغيره، بتوطى حرارته. سو ليش هي ريسك؟ ريسك إنه في سبب انفكشن أو غيره والجسم ما عم بيقدر يشتغل مثل ما لازم يعلي حرارته. سو بوطيها. بالفعل هو خطر، لانه توطي درجه حراره الجسم او توطى درجه حراره الجسم قاتله اكثر من انه ارتفع حراره. نحن منبنك ارتفعت الحراره وصلت 40 فاين، لازم رقبه ولازم وطيه اذا الطفل مزعوج وهيك، بس ما بتخليني خاف تعمل دامج للدماغ مثل ما الكل بفكر. مثل اذا وطيت الحراره عن 35. اوكي هلا هي 35.5 ببلش حس اصلا بالولد انه بارد. صحيح. شو لازم اعمل؟ لازم اتصرف بسرعه انه دفي، يعني حط اكيد ما بحطه بمي سخنه دغري، بحطه بشيء، ولا اذا كان عليه حراره حطه بمي مسقعه. يعني هيدا الفرق بيعمل شوك للجسم. دائما بتقولوا انه لازم تكون حراره معتدله حراره المي اذا بده الولد يتعرض له، صح؟ يعني لازم تكون 37 مثل ما لازم يكون جسم الطفل. سو شيء دافي، بدفي له، بحط له حريم، بحط له كفوف اذا هو قادر، يعني شابو، بلفه. اذا ضلت الحراره اكثر من ساعه ساعتين عم توطى، لانه هي بتوطى شت بسرعة، لازم يروح فيه. أوكي. هلا شو في أسباب تانية؟ في يكون الجو هو بارد، في يكون صار له وقت بالمي. يعني هلا في ناس بأيلول أول الخريف بركة ضايعة بيسين كذا، بيضلوا نص نهار بالليل ممكن تبرد جسمه بعد الظهر، بتلاقيه زرقوا شفافه بلش يرجف، كمان هون ننتبه لهم، بتسبب أصلا أنه يعمل دياريه بعدين ويمرض. فضروري نتصرف بسرعة ندفي، فينا نشربه شي دافي كمان الحليب دافي او غيره تيدفع جسمه بسرعه. طب بحال ما تصرفوا الاهل بسرعه، شو مخاطر انخفاض حراره الجسم عند الطفل؟ ممكن يفقد حياته اذا ضلت توطى على السريع. شو تاثيره على المدى البعيد؟
هلا بيعمل دامج للخلايا، يعني حسب قديه تصرفوا بسرعه. ما عم بقول لك انت اذا بتحطي حدا ببراد خلص بيجمدوا، بيجمد الدم بالفانكشنز الاورجن كلهم بدهم ليشتغلوا بدهم درجه حراره معينه فوق ال 35. اوكي سو دغري لازم لازم ينزلوا. هلا في وحده سالتني طب شو بيعملوا لكان بالاي ار، انه اذا انا عملت شيء بالبيت هن شو معقول يعملوا؟ بيعطوا اكسجين دافي، بيعطوا مصل دافي، انه بيفوتوا بالعرق حتى يدفوا الجسم على السرعه. أوكي. انا ببلش من برا، غطيته وحطيته حد الدفايه، حطيت اجريه بمي دافيه، شرب شيء سخن. هلا most of the time اغلب الاوقات بيمشي الحال بس نعمل هيدول، الا اذا في سبب ثاني غير انه بس ساعتها الاير ضروريه. ايه ما يتردد ومش يقول هلا بعدين معلش هلا بينام. رجع موسم المدارس ونحن هلا عبواب الشتويه. دايما فصل الشتاء بيترافق مع الرشح والتعب وقلة التركيز. اليوم لحتى نقدر ننقل الطفل من مرحلة اللعب والراحة والتسلية وشم الهواء لمرحلة التركيز والاستيعاب، شو الخطوات اللي لازم الأم تتبعها؟ هلا في أكثر من بورت، رح أحكي على بورت التربوي أنا مش اختصاصي بس بتابع، إنه أكيد لازم نرد الولد على روتين تدريجيا، يعني نقلل ساعات الشاشات اللي هو كان فري يمكن أكثر بالصيف، نقلل أكل السكريات، وهو كلهم رح يحكي أنه رح يأثروا بعدين على موضوع تجهيز جسمه للمناعة، يعني مناعته تكون أحسن بدي خفف سكر، لمناعته تكون أحسن بده ينام بكير، ما بقى في ينام 11 و12 وابني عمره 5 سنين أكيد. أنه وينام قبل 12، يعني مش أنه بس نام 8 ساعات أو 10 ساعات، لأنه الجروس هرمون هو بينفرز بهذا الوقت، لأنه النوم العميق والجسم حتى يكون الساعة الداخلية تتنتظم لازم يكون بقلب هيدا قبل هيدا الوقت وكل الهرمونات بتشتغل. اوكي فبده يبلش الموضوع تدريجي، معقول يحتاجوا بسموها اجتماع عائلي لنحضر شو الرولز الجديده، يتحضروا الاولاد نفسيا انه في عوده لروتين معين، مش انه رعب، روتين أوكي. مختلف فيه فرح ومرح بس في تعلم وفي انضباط اكثر. اما بالنسبه لموضوع المناعه والجريب وال ببلش الموسم الفيروس طبعا مع بس يبرد الجو في كتير فيروسات ترجع على مدام ما تعطي ابنك ملتي فيتامين حيالله هيك بلشت الخبرية. هلا لك انتقدت انه كيف انه ما بعطي، مع انه في منهم قالوا اشياء بتفيد. هلا انا دايما بقول بليز اقروا الكابشن لانه ما فيك بدقيقة تقولي كل شيء. صح في بعض الفيتامينات او النيوترينتس اللي كثير مهمة وممكن تساعد المناعة بس منا اكيد 100%. اوكي بس نحن بنمشي على ممكن وقلنا سيف، بس مش كل الفيتامينات سيف اعطيهم كيف ما كانت. اوكي هلا اذا ابنك مش بحاجه، وهلا رح اقول شو يعني مش بحاجه، ما فيك اعطيه حيالله فيتامين ملتي فيتامين، فيك ما رح يصير له يعني كمان تما انفهم غلط انه اذا اعطيته هلا ملتي فيتامين حيصير له شيء، لا. اوكي بس في منهم ممكن ينضروا اذا انا اعطيته عنده حديد منيح، ليه بدي اعطي حديد؟ فيتامين دي منيح، في منهم يصيروا توكسيك. سو مالتي فيتامين اللي فيه شوي من كل شيء مضي على المصاري اذا ما كان ابني بحاجه، يعني اذا ابني ما بياكل منيح ممكن طبيب يقول له خد على شهر هيدا، بس انتظر انه هيدا الشيء القاهر اللي رح يقوي له مناعه ابني، لا لا انه تكون صريحه معك، لا. ماركتينج بيحكوا كثير. اوكي من انا انه قصدي تعلمنا كثير بالماركتينج انه ممكن ضوي تعملي بوم، مش عم بقول شيء غلط اذا قلت الاوميجا 3 كثير منيح، بعض الدراسات بينت انه بيزيد الذكاء ونمو الدماغ والعين وهيك صح، بس اذا ريكومندد انه لحيالة طفل لازم اعطيه بهيك وقت، لا مش ضروره، حسب كل طفل حسب شو بحاجه باي عمر، اذا بياكل كثير منيح ومنوع وصحي اي دونت نيد. وانا ولا مره اعطيت ولادي مالتي فيتامين الا باول سنه لانه الاطفال خدش لانه ريكومندد، غير هيك ولا مره اعطيتهم لانه ما كانوا بحاجه. أوكي. وإذا مناعتهم منيحة لأنه أكلهم منيح. أوكي أوكي سو تخفيف السكر كتير أساسي، الشاشات، النوم المبكر، وإذا كان في حاجة معينة لفيتامين الطبيب بيأكده لفترة معينة بيكون جهز جسم ابني للمناعة. هل في فيتامينات بتقدر تزيد التركيز عند الأولاد؟ يعني إذا في مكملات غذائية ممكن هلأ في كتير منهم الأوميغا 3. أوكي. بس أنه ما في شيء مثبت، يعني اكثر ما هي اكتيفيتي معينه تزيد التركيز، نوع العاب معينه، بس انه ما في شيء ميديكلي هالقد انه بيزيد التركيز. الاوميجا 3 از جود، او ياكل سي فود حسب عمر الطفل يعني وننتبه انه الفيتامين دي، هلا الزنك كثير منيح بس انه هو الموجودين بالاكل اجين، يعني صحن شو بيقولوا
صحن ملوخية أو صحن سبانغ وعصرة حامض فيها فيتامين سي ليوم الفيتامين سي أنه فيها حديد ليوم الحديد. هيدي من البدائل الطبيعية لكن إيه إنه مانك بحاجة أعطيه حبوب إذا هيك، وغير إنه في منهم ما كتير يعني. أنا كنت بدي أسألك هل في بدائل طبيعية؟ الأكل إنه في الأكل الصحي اللي متوازن مظبوط. إيه ابنك مريض وبده شوي هيك بوست مناعة اللي كانوا يعملوا ستيك بيغنوا هولي عن ستيك إنه شوربة دجاج وخضرة ومرقة طبيعية مش مرقة كيبات اللي كلها ملح وملونات، بحط دجاجة ورز وبصل وخيار وسوري جزر وهيك، هاي ملتي فيتامين، هاي ملتي فيتامين. وكنت أعطيهم أوقات أولادي وصغار الزوم تبعها بالسرنج، كانوا مريضين مش قادرين يبلعوا بالسرنج، بتبدل عن 100 دواء. إنه أكيد في ضرورة لهون بس مش ضروري هو السحر يعني الدواء. حلو نسمع هذا الحكي من شخص مختص بالصيدلة، انه عن جد بنقدر نكون طبيعيا عم نوصل كل الحاجات الغذائيه للطفل بهيك بلا ما نكون دائما دائما عم نرجع للدواء. بتعرفي ليه بحس مني ومن غير يعني اهين شيء يكون عندي حل ما بده كتير تعب، وانه ضميريا يعني الام بتحس انه انا عم بحضر ابني عم بعطيه، لانه انا بفهم الام انه قلقه دائما شو ممكن اعطي الافضل لاولادي. والماركت كتير ممكن يغري الام او يضيعها، انه معقوله انا ابني كان فيه ياخذ هيك طول اكثر مثل الارجينين مثلا، وهو ما في دراسه بتاكد اذا اخذ هو منيح وبيطول نظريا، اذا اخذته هل مزبوط عم يوصل صح على التارجت تبعه؟ ما في دراسات كفايه بيعوا الف هاي بيدياتري يعني انا مرة عملت معه جدال على الموضوع ما حق. في كتير قصص بتحس انه الام لازم فيها تقدمها اكثر لطفلها، بس عن جد ترجع تسأل في كتير بيدياتر لا ما بيعطوا ملتي فيتامين. خطر لي سؤال بالنسبة لموضوع الطول، عن جد عم بيسبب إشكالية كتير كبيرة، وفي عالم عم تلجأ لحلول تصير إنه عن جد هذا ما بتوقع إنه تكون هالقد مزبوطة، إنه بنعطيه فيتامينات بنط بيلعب ما بعرف شو بيطول أكتر. هلا لك إيه في شيء من مزبوطين؟ هلا تحت عمر معين يعني ببداية الأربع خمسة وست سنين وحسيت إنه الطفل أقل من مستوى الطول تبعه. أوكي. طبعاً مع البيدياتر بيشوف التشارت تبعه، وفي فحص تاني بينعمل صورة الكف مع الحوض تيتأكد إذا في مشكلة بالبون. أوكي. إلى آخره. إذا كان في هيك شيء ينصح ببعض الأكتيفيتي الستريتشنج يعني جيمناستيكس سباحة، هو اللي كتير مهمين. ليه؟ لأنه عن جد ممكن يساعده بيمدوا العضلة مش أنه حيطول كتير بس أنه ممكن يساعد نمو العضلة. تاني شيء ممكن ننتبه على نقص الفيتامين دي، لو بدي ادور على السبب، بس ما ننسى انه الجيناتكس كثير اساسيه بالموضوع، وانه الحكيم بيصير يقدر انه في هالست اشهر مطول هو منيح بينطر شوي ولا لا، هي ما نخلي حيلا حدا يدخل فيها. وانا شخصيا ما بقدر انصح بس ما بقدر اغري خدي هيدا البروتين او الاسيد امينيه بيساعدك واكيد ابنك حيتولى، انه هيدا الشيء ما بتراعي لطبيبك، راي لطبيبك. في بعض الامور اللي بتنصح فيها ونشوف شو عنده نقص، اذا لا بيكون ابنك عادي عم بيطول على القد وما في مشكله معينه يعني ممكن يخبى. تغير المناخ من فصل لفصل بنعرف انه بيسبب امراض. من قبل كورونا في كتير اشخاص بياخذوا لقاحات للانفلونزا، من هيدا المنطلق قد ايه بتنصحي باعطاء اللقاح للطفل وهل بياثر على المناعه مع الوقت؟ قصدك مناعه ايجابيا؟ هلا بقول لك شو ايجابيا او سلبيا. اول شيء ببدايه هالموسم كل سنه تقريبا ببدايه الشتاء اواخر ايلول اول تشرين بيطلع الفاكسين المجدد الابديتد تبع الانفلونزا. اوكي. هلا في اكثر من نقطه رح اوضح. الجريب العادي اللي معروف بالزكام مختلف عن الانفلونزا. أوكي. لانه الزكام هو فيك نسميه رشح بل ايه الرشح انه بيبرد من خارج شوي بينزلوا من خيرك، هي مش انفلونزا. أوكي. حتى لو عملتي في كتير فيروسات بتسبب نفس العوارض تبع الانفلونزا بس بكون اخف. اوكي. يومين ثلاثة حرارة صرنا منيح، منها الراينو فيروس في غيرها. هلا اخطر اثنين هن الار اس في اللي هو كتير ثقيل على الرئة للاطفال، وهي موضوع تاني. وفي الانفلونزا، الانفلونزا هن في اربعة تقريبا سوش. اوكي. اللي هن الاي اللي بنن H1N1 والبي كل واحدة فيها اثنين، هني اللي أنا بقصد إني أخذ عليهم فاكسين كل سنة. ليش كل سنة؟ لأنه كل سنة هيدا ال بيتغير بيعمل ميتيشن. أوكي هذا الفيروس وبيصير بدي أنا أعمل أبديت للفاكسين وأبديت لمناعة جسمي. إكزاكتلي. سو كل سنة بيتجدد. أنا ليش لازم أخده؟ كل الأطفال
وخاصة إذا هلأ بيفوتوا جديد على مدرسة أو على جاردوري ورح يتعرضوا كتير لإنفكشن بدهم ياخدوه ومحبب إنهم ياخدوه. اللي عنده بريماتشور بيبي الخدج ضروري ياخدوه ضروري ياخدوه لأنه أكيد عندهم مشكلة بالرئة أو بالمشاكل ومناعتهم بتكون دقيقة. ومش بس هني إذا موجودين، يعني إذا عندك طفل رضيع أو بريماتشور أو حيال طفل صغير، الأهل لما يعدوا هيدا الطفل كمان لازم ياخدوا هيدا الفاكسين، لأنه أنا إذا أخذت مناعة وأخذت هيدا الفاكسين ما رح أنقل الفيروس الثقيل، فبخفف انتشاره بطريقة الفيرولانس تبعه يعني يكون كتير قوي. هلا ليش بتقولي لي انه انا بدي اخده؟ انا اعطيته لابني من فتره وهديك السنه وجرب 10 مرات، يا ريتني ما اعطيته اياه هيك كثير. خي مش شخص، مين قال انه اذا اعطيت انا الفاكسين يعني ما رح يجرب بالمره او ما رح يلقط غير فيروسات؟ بس انا شو بعمل؟ وحتى رح يلقط انفلونزا بس حخفف انه يفوت على المستشفى، حخفف انه يكون عنده حراره 10 ايام او اسبوع، او اضطر اعطيه انتبيوتيك لانه في شيء اسمه سير انفكسيون باكتيريان، يعني بعد فتره طويل جسمك ما قدر حارب فيروس بيضعف مناعته ممكن تنمى بكتيريا الانفكشن، سو بضطر اخذ انتبيوتيك. سو كل هول، وللاسف انه في اولاد عن جد كثير كثير بتعاني بتفوت اي سي يو من وراء هذا الشيء. واكيد ينصح بالمره الحبله انها تعطيه، لانه الطفل باول 6 شهور من عمره ممنوع ياخذ هذا الفاكسين، بياخذ مناعته يا اما من حليب الام او هي ببطنه، وممكن يضل اكثر من 10 يعني عادي سيف للامراه الحامل كمان سيف، وما في شيء بيمنع انه ياخذه مع باقي الفاكسين، وما في شيء بيمنع اي حاله معينه انه ما ياخذه. في اخطاء شائعه بتقوم فيها الام، او خلينا نقول الاهل احسن ما نكون عم نظلم الام ونحط كل المسؤوليه عليها، منها اعطاء الدواء بالسرنج للطفل او تنظيف الاذنين بالكوتونتيج. شو الخطأ يلي عم بيصير وكيف ممكن هيدا الخطأ نصححه؟ هاب دوع شغلة موضوع الأهل، لأنه البي كتير له دور بهيدا المجال. دايما منوجه حديثنا للأم طبعاً. بجرب أنا قد ما فيه أنه وجه حديثي للأهل، لأنه في كتير بنبسط أنه لما بي بيسأل ما بتعرف يا أب أمتى أنت رح تكون الأم مش موجودة لعمل معين وابنك عليه حرارة، أو الأم تكون مريضة والطفل وبدك أنت تكون تعرف شو تعمل. صحيح. حتى انه تراقب عوارض بمحل معين تكون واعي شو عم بيصير مع ابنك، فكتير ضروري البي يتدخل. هلا في اخطاء كتير وهذا جزء من اللي بقدمه دائما على البيج، انه نستعمل سرنج بطريقه غلط، نستعمل دوز غلط. يعني أوكي. اغلب الاوقات لما يكون في حراره ما بتوطى الحراره بسرعه او مثل ما بتوقع الام، لانه ما بتكون عاتي الدوز بالجرعه الدقيقه. فلهيك لازم ننتبه دائما نتذكر شو وزن الولد، أعرف أعطي سرنج مرة حطها بالقنينة مرة، مش بشيلها مثلا 5 ام ال ارجع بدي 1 ام ال برجع بغطها بعد ما كون حطيتها بتمه للولد، بنرجع نفوت الفيروس على قلب القنينة انه بتصير كونتامينيتد. اوكي بتصير ما بتضاين كتير. ونفس الشيء يعني بموضوع الأدوية التانية الكريمات او غيرها، في ضروري انه نوعي فيها، وصار في اخطاء كتير فيها. حتى انه بس نفتح القنينة نحطها بباب البراد خاصة بالصيف، لانه ما بيسوى نحطها حد حرارة يعني. اوكي والكوتونتيج؟ الكوتونتيج انا بتفاجئ بعد في امات ما حدا قال لهم، خليني اقول انه ما فينا نستعمل كوتونتيج للطفل، حتى للكبار هو ممنوع. في بس كوتونتيج خصوصي للبيبيات بيبقى منفوخ. لا غلط كله ماما كله مش انا بشيله على الميك اب لانه لانه بكون عم بتفش الصمغ تبع الاذن، وهذا الشيء بخليها تسكر الاذن جمع اكثر يعني شو بسموها هيوميديتي وهيك، وهذا الشيء بيزيد الانفكشن. فيا بنطفو من برا للبيبي الصغار كتير من برا بقماش نظيفه بعد الحمام وبس لوحده الاذن بتكبها. وفي بعض التولز اللي صارت موجوده بسوق سيف منه الموجود كمان بلبنان يمكن بالامارات الاذني، وهو كتير حلوين لانه ما بيتفشوا بيشيلوها مثل تبعيه الحكيم، واذا في ضروره الحكيم بالعياده بينظف. وصلنا للسؤال الاخير، المراه اجمالا لما تصير ام بتبلش تهمل حالة وتنسى حالة، قدي أهمية أنه تتابع صحتها وفحوصاتها، وشو دور الرجل بهذا الإطار؟ يعني حكينا عن دور الرجل كأب أنه لازم يكون واعي، لازم يكون يعرف يتصرف، شو دوره كزوج وك إذا بدنا نقول كومبانيون بالعائلة أو موجود حد المرأة شريك حتى يكون عم يساعدها؟ ضروري أول شيء يفهم الرجل شو عم بيتغير بالام اول او بالمراه عن لما بتولد، هرمونات، تغيير نفسي، قلق زايد على الطفل، عدم اهتمام بنفسه وفيه.
فأول مرحلة مشان ما كتير ننظر رح تكون صعبة على الأم وعلى الأب، بس إذا أنت واعية وفي هذا الحديث الإيجابي بين الأم والأب أنه شو عم بيصير وكيف يساندوا بعض، رح تمرق بكتير ظروف صعبة. الحوار هيدا الحوار والتفاهم كتير أساسي. أوكي. مشان هيك أنا بنصح حتى الباقي أنه في ضروري فيق مع الولد بالليل يشيل عن الأم شوي، جسدياً هي أوريدي بتكون تعبانة ومش عم تفهم شو عم بيصير كيف بدها ترضع وغيرها، كتير صعوبات. سو لازم يكون سابورتف قديه بتكون عن جد محظوظة يكون الرجل داير بيروحش. هلا دون شك انه اول سنه سنه ونص حسب كل طفل رح يكونوا صعبين. بسألك شيء، انا اول 3 سنين ما كنت قادره اطلع بالليل لانه كان في توينز ووضعهم اوريدي في كورونا، بس بعدين خلصت كورونا واجت جوري وما كنت بعد 7 ايام مش سايقه انا والدنيا، عرفتي معتمه. فمرق مره ليله انه خلص تعودت جوري صارت تسحبها بالنوم وهيك، صرت انه انا مستغربه اني طالعه بعد 8 بالليل سهره عيد ميلادي مع رفقاتي انه انجاز. فبس مع الوقت اكيد بتخف هيدا الستريس، وقد ما بيكون الرجل سبورتيف قد ما بحافظ على علاقته فيها للمراه وتهتم بحالها تتقدر تستعيد، لانه اذا ما كانت قويه ما رح تكون ام قويه، اذا ما كانت عم تشتغل ترجع لعافيتها وانتاجيتها ما رح تنتج بالبيت. فانتبهي لحالك، اعملي فحوصاتك الدوريه. ايه اكيد. ضلك قويه، اعملي سبور، اهتمي بجمالك، اشربي مي، شوبينج اهم شيء. انا بدي اشكرك كثير كثير دكتور سنة، عن جد اغنيتي البرنامج وعطيتينا نصايح كثير مفيده مثل ما دائما بتعملي. شكرا. انه مش كل العالم بيعرفوا انه يتابعوك، قدرتي على القليله من خلال برنامجنا ومن خلال شاشه ال تي في تكوني عم بتوصلي رسالتك. شكرا. شكرا لك، ميرسي. انه ننتبه شوي نقرا ونسال الصيدلي او الطبيب قبل ما ناخذ الدواء وقبل ما نفكر انه نفتح على حسابنا ونطبب حالنا، خطوة ضرورية لنحافظ على صحتنا وما نأذي حالنا. لكي أنتِ.